وما جاء من لفظ بذكر التهجير في هذه الساعات، والتهجير إنما يكون مع شدة الحر بعد الزوال، فإنه ليس على كل حال يكون التهجير، ليس على كل حال يكون التهجير في شدة الحر. لما؟ لأنه يأتي بمعنى التبكير، بدليل ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو يعلم الناس ما في التهجير، يعني في التبكير، لاستبقوا إليه. وهذا عام في جميع الصلوات.